Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. La chaîne Devenir professionnel va vous faire bouger pour devenir des professionnels. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الدورة التكوينية الخاصة بلا كونتابيليتي اناليتيك. معكم حسين الهمني من قناة دوفوني بروفيسيونيل. كما تشوفوا في الحصة الماضية هذا البروغرام صافي كملناه، احنا غادي ننتقلوا الان للمرحلة الثانية نخدموا على لي زيكزامان كوريجي. مي قبل ذلك كنبغي فقط نشكركم على التفاعل الكبير ديالكم على القناة ديالنا دوفوني بروفيسيونيل، سواء على الضغط على لابوني او لا لي جيم او لو بارتاج. بالنسبه فقط كنبغي نذكر الناس اللي مازال ما تسجلوش معنا، ممكن تضغطوا على صابون هكذا تكون دائما على اطلاع بالجديد ديالنا. دابا غادي نافيشي الكونترول اللي كنت عطيت الحصه الماضيه. وقت ما تعطيني الكونترول اول حاجه تنديرها تنسطر على هاد لي زيليمون اللي تشوفوا امامكم، حيت هما اللي كيخليوني باش نفهم لو بروسيسوس ديال الفابريكاسيون. هنا في الكونتر اناليتيك وقت ما عطينا الكونتر اناليتيك كاين واحد لو بروسيسوس ديال الفابريكاسيون، يعني البرودوي تيمر مجموعه ديال المراحل ديال الفابريكاسيون حتى تنحصلوا على داك لو برودوي فيني. Alors, on a l'examen, on a l'entreprise Alpha, est une société anonyme au capital de 100 000 dirhams, spécialisée dans la fabrication des juges les produits à partir de trois matières. Donc, déjà, on a fait le processus, on a fait la conception visuelle. Had la conception, on a fait un schéma, un rasme tawdihi باش نقدر تكون عندي ديك لا كونسيبسيون هكا قدامي صافي تنفهم، ماشي بحال اللي كتقرا هكذاك، لان في داخل ليكزام تيكون لو ستريس كتكون لا فاتيك تيكون بزاف ديال المشاكل. الوغ هاد ديك لا كونسيبسيون فيزوييل كتخليني نسيرني، دونك جو بو سيرني فاسيلمون دوك سميتو ليكزام. الوغ هنا لا ماتيير بروميير ام 1 اي دابور تريتي دون لاتولي ان 1، دونك كدوز لاتولي ان 1، من بعد ديك لا ماتيير تريتي اللي خرجت منو كدوز لاتولي واش واحد لا بارتي كدوز لاتولي جوج، فاش كنزيدو على ماتيغ ام 2 وكنحصلو على بي 1. دونك بي 1 كيتكون من ام 1 زائد ام 2. بالنسبه لبي 2 كيتكون من ام 1 داك شويه اللي بقى اللي خرج من لاتولي ان 1 لاتولي 1، كنزيدو ام 3 يعني لا ماتيغ ام 3 في لاتولي 3 وكنحصلو على بي 2. دونك الا شفتو هنا كثرت الهضره ماشي بحال اللي درنا رسم توضيحي، غنقدروا نفهموا هادشي بشكل سريع. دونك عندنا 3 زاتولي. هنا كما عطاونا في لو بروسيسوس لا ماتيير بروميير ام 1 دابور تريتي دون لاتولي ان 1، يعني لاتولي 1 كدوز من لاتولي 1 ومن بعد كتفرق عليهم بجوج، واحد شويه كيمشي لاتولي 2 وواحد شويه كيمشي لاتولي 3، وفي كل اتولي تنزيدو لا ماتيير اللي كتخدم فيه. بالنسبه لاتولي 3 تنديرو ام 3 وبالنسبه لاتولي 2 كنديرو ام 2. هنا الى جيت تشوف معايا في لا كونسوماسيون دو موا، هنا عطاونا بور فابريكي واحد اليونيتي ديال بي 1 خاصنا 1.5 كيلوغرام ديال ام 1 و 3 كيلوغرام ديال ام 2. دونك بي 1 فيه 4 كيلو ديال ام 1 و ام 2 الا درنا رسم توضيحي بحال هاد الشكل هكا. دونك بي 1 مناش كيتكون و بي 2 هو مناش كيتكون، تا دو جوج ديال لي كولور و الاخر تا جوج ديال لي كولور فقط. هاد الشيما هادي دابا كنفهمو ليكزام علاش كيدور كاملو. هاد واحد 3 اتولي، دونك غادي عندنا واحد البرودوي سومي فيني اللي هو ام 1، هنا كيدوز في لاتولي واحد ماشي برودوي مي هو ان برودوي سومي فيني، مازال ما كملش حتى هو غيتفرق على جوج ديال لي زاتولي. بروميير كيستيون كومبليتي لو تابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. انا كيما تشوفوا ما عطاوناش التوتال ديال ريبارتيسيون بريمير، والتوتال ديال ريبارتيسيون بريمير فقط هو التوتال ديال لي شارج انديريكت. وكما تنعرفوا الكونتابيليتي اناليتيك كتكون من لي شارج ديريكت اللي هي لا مان دوفر ولا ماتيير بروميير زائد لي شارج انديريكت اللي هما 5 اليمون، وكنت سبق لي درتناهم في الدرس الثاني. دونك هنا الحصه هذه ماشي ديال نشرحها في هذا الدرس، مي نخدموا على لي كونترول. اول حاجه غنديرها غادي نحسب نطلق من لي زيليمون ديال الكونتابيليتي جينيرال، نحدد الريزولت ديال الكونتابيليتي اناليتيك، غنحيد منه لي شارج ديريكت وغنلقاو لي شارج انديريكت. دونك عندنا لي شارج لا كونتابيليتي جينيرال هما 42790 درهم، غادي نقصو منهم لي شارج نو انكوربورابل لي عطاوني في التمرين، يعني هما ولي شارج نو انكوربورابل هما 5 ديال لي زيليمون لي زاموغتيسمون دي زيموبيليزاسيون نو فالور. عندنا لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون لي بروفيزيون بور ريسك شارج. عندنا لي شارج ديال لي زيكزيرسيس لي دازو يعني سو رابورتون زيكزيرسيس انتيريور، وعندنا لي شارج لي كاين في 65 لي شارج مانكورون، وعندنا لي شارج 67 يعني لي زامبو سور لي ريزولتا. غادي نحيدوهم، وبما ان هنا ديجا عطاونا ديتاسيون نو انكوربورابل يعني هو ديجا حددها ليا غنحيدها.
الكونتابيليتي جينيرال لي شارج ديالها كتكون لي شارج نو انكوربورابل فاش في الكونت اناليتيك و دي شارج انكوربورابل اللي كيدخلوا في الكونت اناليتيك. دونك كلشي ما تبقى كيتسمى شارج انكوربورابل في الكونت اناليتيك اللي هو 41895. غادي نزيدو لي شارج سوبليتيف اللي ما كاينينش في الكونت جينيرال. دونك كيفاش كنحسبهم؟ كناخذوا الكابيتال زائد الطو ديال ريمونيراسيون اللي هو 12%، غنقسموه على شهر. علاش؟ لان هنايا عندنا لي زيليمون كنحسبوه على شهر. بور لو موا دو جانفي ديال 2017 اون ديسبوز دي رونسينيمون سويفون، يعني كنخدمو على شهر. لو انه عطاونا عام ما غاديش نقسم على شهر. دونك دائما شوف لا بيريود اللي عطاوك، هذه هي علاش غادي تقسم. هي 1000 درهم غادي نجمع المونطو غيعطيوني الشارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديك اكسبلواتاسيون اللي هي 42895. غادي نحيد منها لي شارج ديريكت، ولي شارج ديريكت هي لا مان دوفر و لي زام و سميتو لا ماتيير بروميير. كاين دي زيكزيرسيس ما تحيدوش لا مان دوفر، كتلقى ان بعض لي زيكزيرسيس كيحيدوهم وفي بعض لي زيكزيرسيس ما كيتحيدوش. الوغ ما كنحيدهمش في هذه الحاله هذه، فاش كيدخلوا في لي زوتر شارج اكسترن 61 35 بحال ريمونيراسيون دو بيرسون اكستيريور ا لونتربريز. لان حنا كنعرفوا بان لي شارج انديريكت كيتكون هو بدور من خمسه ديال لي زيليمون، فيه لي زوتر شارج اكسترن، فيه لي زامبو اي تاكس، عندنا لي دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، فيه واحد لابارتي ديال لي شارج بيرسونيل، وفيه لي شارج فينونسيير. هادو كلهم كيتسماو دي شارج انديريكت. الوغ هاد لي بيج اللي كياخدو فاش كيعطوك هاد الريمونيراسيون دو بيرسونيل يعني تو راه داخلين في لا مان دوفر، مي داخل هو في اوتر شارج اكسترن. دونك هاد تخوا زيليمون دونك دايما خدو فو فيغ اتونسيون. الوغ فاش غنجمع الحساب غنلقاو لي شارج انديريكت اللي هو توتال ريبارتيسيون بريمير. غنقسم منو هاد لي مونطون كاملين وغنحصلو على سيكسيون فونت. الوغ غندير 20670 نقسم منها الطوطا ديال هاد لي سيكسيون كامل، غنحصلو على 1500 اللي هو سيكسيون فونت. دونك ديجا لقينا بعدا واحد. هنايا باش نلقاو هاد لي بورسونتاج اللي عندنا، هنايا عندنا واحد لا بريستاسيون ريسيبروك، يعني كل سيكسيون كتعاون اخرى بواحد البورسونتاج. الوغ هنايا اش يعني واحد الخدمات عكسيه. هنا غادي نديرو ديك لا فورمي اللي كنديرو دائما تاع لي زيكواسيون، 4400 نزيدو 10% على داك البورسونتاج اللي عطاوكم. كدير ترونسبور كيساوي 5500 ديال التوتال دو ريبارتيسيون بريمير زائد 10% ديال الادمينستراسيون. وغندير المعادله ديالي بشكل بسيط، فقط غادي تاخد تعوض قيمه في قيمه اخرى. بحال دابا انا هنايا اختاريت نعوض في الادمينستراسيون، غنحصلو على ا كيساوي 5000، و ا الى عوضتو في ترونسبور 10% ديال ا كما تشوفوا هنا هو 500، زيد ليه 5500 غادي 6000 درهم. دونك غادي ناخذ هاد لي زيليمون غنوزعهم على هاد لي بورسونتاج وغادي يعطيوني هاد الشيء اللي تشوفوا امامكم. دابا غادي نديرو الحساب. هنا عندنا يكون عندنا 0 0 لان صافي هاد لي زيليمون درناهم في توتال ريبارتيسيون سكوندير. غادي نجمعوا الحساب، وهنا دائما نلفو فيه اتونسيون بالنسبه في الكالكولاتريس. دونك باش كتخدم في الدار حاول تكون كتضبط المسائل بحال اللي عند كونترول، ولا بحال الا كنت في ليكزام. دونك بحال يعني كتوجد راسك لذاك لو ستريس. باش نلقاو النومبر ديال يونيتي دوف غنحاول نسترجعوا داك الشيما اللي كنا صوبنا، ماشي سهل علينا ديك لا كونسيبسيون. هنايا بغاو 1 كيلوغرام اشوتي، بغاو لاشا كلشي. ولي زاشا اللي عندنا ديما كما تشوف دابا بلي كولور كنلقاو اي حاجه بغيناها بسرعه. عندنا ثلاثه ديال لي ماتيير، وخدينا حنا غير دو ماتيير اللي هي 1750. بالنسبه لاتولي جوج خاص كيقلبوا على لا مان دوفر. شحال من ساعه لا مان دوفر اللي خصنا في لاتولي جوج؟ هي 600 ساعه باردون، في لاتولي ان، في لاتولي ان وي 1000 ساعه. بالنسبه لاتولي جوج بغاو شحال من كيلوغرام اللي استعملنا في لاتولي جوج؟ باش لاتولي جوج شحال صوبنا؟ صوبنا 400 يونيتي. الو 400 يونيتي غادي ناخذ 1.5، 1.5 يعني عطاتني 1800، 1.5 نضربها في 400، 400 ديال هاد لي يونيتي في 1.5 كيلوغرام ام. وغادي ناخذ 3 غادي نضربها في 400 غادي تعطيني 1200 اللي هي 1800 في المجموع. بالنسبه لاتولي 3 كنقلبوا على اليونيتي دوفر اللي كنقلبوا عليها، يعني هو لو نومبر دي يونيتي برودويت، وحنا درنا لا برودكسيون ديال 150 بالنسبه لاتولي 3 كما تشوفوا هنا 150 برودوي. في لا سيكسيون فونت عندكم هنايا في بالنسبه لي فونت دو موا 250. دابا فقط غادي نجمع الحساب، يعني غادي نقسم توتال دو ريبارتيسيون سكوندير، غادي نقسمو على لو نومبر دو يونيتي دوفر اللي هو 3 هنايا
غيعطينا جوج واحد فاصلة تسعود ستاش وثلاثين فاصلة ربعين. يعني دابا هاد لو كود ديال تي دابا اش كيعني؟ يعني كل سميتو كيلو، واحد كيلوغرام كنشري ديال السلعة تنزيد عليه في لي شارج انديريكت 3 دراهم. بالنسبة لاتولي كل ساعة كناخدها خاصني مازال نخلص واحد جوج دراهم ديال كومينش ان شارج ديريكت. بالنسبة لاتولي واحد فاصلة تسعود اللي تنخلص اكسيتيرا. دابا غنمشيو نخدمو على نحسبو لو كو داشا دي ماتيغ بخوميير. بالنسبة لي زاشا اللي درنا لا ماتيغ بخوميير ام ان درنا 850 ب 12 درهم عطاتنا 10200. لي فخي داشا عندنا 850 ضربناها في ثلاثة. وفين جبناها ثلاثة؟ جبناها من الطابلو ديال ريبارتيسيون كيما تتشوف هنايا. دونك لان سيت اون شارج انديريكت، دونك خاصك دابا تعقل على داك لي هيراغشي ديال ليكو، داك لاكوميلاسيون اللي كنا درنا في الاول. يعني لاشا زائد لي فخي ديال لاشا، فخي ديال لاشا عطيونا لي شارج ديال لي فخي برودكسيون، زيد ليهم لي وانت كتمشى هكذا. دونك 850 مضربة في ثلاثة تعطيني 2550، ونقسم 850 يعني 850 غناخد 12750 نقسم على 850 تعطيني 15 درهم. دونك لو برودوي ام ان باردون لا ماتيغ ام ان كتقام عليها ب 15 درهم للكيلو. لا ماتيغ ام 2 عندنا 900 في 10 درهم ديال لاشا اللي عندنا في لاشا هنايا، غنزيد ليها تعطيني 9000 درهم. غنزيد ليها لي شارج انديريكت 3 درهم هي تعطيني 2700. دونك 900 13 درهم 11700. دابا غنحسبو الكميب. دونك قبل ما نحسبو الكود ديال البرودوي سومي فينيغ غنحسبو الكميب ديال لا ماتيغ بخوميير. الوغ هنايا بالنسبة لا ماتيغ بخوميير 15000 مضروبة في 500 نزيد ليها 12750، لأن كناخدو لا فالور ديال لي دوز إليمون كنقسمو على لا كونتيتي ديالهم. هذا هو فقط لا فورمي ديال الكميب وعطاتنا 15. بالنسبة لإم دو نفس الطريقة، غناخدو 1600 كيلوغرام ضربة في 12 درهم اللي عندنا في لي دوني، زيد 11700 اللي حسبنا دابا مقسوم على الكونتيتي ديالهم تعطينا 12.36. دونك انت من الافضل تقيد هادو في شي حاجه في البغيون، دونك باش تقدر تتبع معايا في التمر، لان حنا كنتمشاو دابا كاين شي حوايج كيتمسحوا. غنمشيو دابا نحسبوا لو كو ديال البرودكسيون دي برودوي سومي فيني. باش نحسبوا البرودوي سومي فيني اول حاجه خصنا نعرفوها هو شحال صنعنا بعدا. حنا صنعنا 400 يونيتي ديال بي 1 و سميتو و 150 ديال بي 2. دونك خصنا نحسب شحال ديال ام 1 داخله في هذا و ام 1 اللي داخله في هذا بي 2. دونك ديجا حنا عندنا هنا في لي دوني، علاش كنقول لك انايا ديك لا كونسيبسيون فيزويل دغيا كتلقى لي دوني بالسرعه. الوغ بي 1 فيه 1.5 كيلوغرام، الوغ غادي ندير 1.5 كيلوغرام غنضربها في 400. وعندي بالنسبه للبي 2 150 كيلوغرام، 150 برودوي غنضربها في 1 كيلوغرام وغتعطيني 400 مضربها في 1.5، 150 مضربها في 1 تعطيني 750. 750 كيتقام عليا ب 15 درهم كما حسبنا في الكميب، نضرب كيساوي 11250. لا مان دوفر ديال لاتولي 1 يعني لي شارج ديريكت هو 1000 ساعة اللي عندنا هنايا ب 12.25 عطيتني 12250. بالنسبة لي شارج انديريكت ديال لاتولي 1 هو على كل سميتو على كل ساعة كنزيدو جوج دراهم، وحنا سميتو استهلكنا 1000 ساعة. دونك غادي نديرو 1000 ساعة نضربها في جوج كتعطيني 2000. هنايا فقط حيدو داك حيدو اتولي جوج ديرو اتولي واحد فقط فوت ديال طاب اتولي واحد هنا فهاد لابارتي. دابا غنمشيو نصاوبو باردون مازال ما كملناش. 750 كيلوغرام اللي عندنا ديال لا ماتيغ كوم ان برودوي سومي فيني غنحسبو التوتال ديال لي شارج 25500 نقسمو على الكونتيتي تعطينا 34 درهم. دونك هذا هو لو كو ديال برودوي سومي فيني. دابا غنحسبو الكود برودكسيون ديال شاك برودوي. بالنسبه للبي 1 غادي نبداو بي 1. الوغ بالنسبه للبي 1 اولا خاصني بعدا 600 كيلوغرام ديال لا ماتيغ ام 1. وفين جبنا هاد 600؟ 140 ضربها في 1.5 غتعطيك 600. غنضربها في 34 درهم اللي حسبناها في الكونتيتي ديال البرودوي سومي فيلي باردون في لا فالور ديالو هي 20400. غادي نزيدو لا كونسوماسيون د لا ماتيغ بخوميير ام 2، وحنا شحال خاصنا في لا ماتيغ؟ خاصنا 3 كيلوغرام ضربها في 400 اللي هي 1200
عطات بالقيمه ديال 12.36، 12.36 في جبناها في لو كميب فاش درنا لو كو ديال لاشا 14832. غنزيدوها فقط هنا باش نوضح لكم غير هاد لي زيليمون. لا مان دوفر بالنسبه لاتولي جوج في لا مان دوفر كنخسرو 600 ساعه ب 10 دراهم. لي شارج انديريكت اللي عندنا في لاتولي سميتو هو لو نومبر سميتو على لا كونتيتي ديال لا ماتيغ بخومييغ تخيتي، وحنا شحال استهلكنا هنايا 1800 كيلوغرام. دونك عندنا في لاتولي جوج 1800 كيلوغرام اللي خسر اللي استهلكنا، كل كيلوغرام تنخسرو عليه 1.9 كوم اون شارج دو انديريكت، ويعطيني 3420. دونك في الكود برودكسيون بي ان صاوبنا 400 كيما عندنا هنا في البرودكسيون. غنجمعو الكونت سميتو المونطون ديال لي شارج نقسم على 400 تعطيني 111.36، ونفس الشيء خصني نحسب الكميب. بالنسبة للكميب تاع بي ان حيت عندنا في ستوك عندي 200 برودوي مضربة في 145.74، زيد ليه هاد المونطون ديال لي شارج ديال هاد البرودوي اللي صنعناه نقسم على الكونتيتي ديالهم غتعطينا 123 درهم. دونك هذا هو باش غادي نحسبو دابا حنايا. بالنسبة للبرودوي بي 2 نفس الطريقة، نشوفو شحال استهلكنا بعدا في بي 2. استهلكنا 150 كيلوغرام، 150 كيلوغرام ب 34 درهم هي 5100. الوغ بالنسبة لا ماتيغ ام 3 استهلكنا 1.5، 1.5 ضربة في 150 تعطيك 225 كيلوغرام ب 21 درهم، لان هاد 21 درهم كما تشوف هنايا خدينا من لي دوني ديال لي زيكزيرسيس، لان حنا ما خدينا ما شريناش لا ماتيغ بروميير ام 3، فقط خدينا على اخر سميتو لو بري اللي عندنا في ستوك 21 درهم هو 4725. غنزيدو على مان دوفر. دونك هنايا فقط الرسم التوضيحي باش تعرفوا من جبنا هاد المعلومات هادو هاد لي دوني. عندنا لا مان دوفر بالنسبه لاتولي 3 هي 300 ساعه ب 13.25 درهم، غتعطيني 3975. لي شارج انديريكت في لاتولي 3 كناخدو على شحال ديال لي كونتيتي ديال اللي درنا اللي صوبنا، وحنا درنا في البرودكسيون 150 وفي كل برودوي تنخسرو 16 درهم كوم اون شارج انديريكت اللي عندنا تعطيني 2400. الوغ لو كود دو برودكسيون بي 1 درنا 150 برودوي جمعنا المونطون غيعطيني 108. غادي نصاوبو الكميب ديالو. بالنسبة لبي 2 ديجا عطاوني هنايا المونطون 16970، غنزيد ليه 16200 نقسمو على الكونتيتي 160 زيد 150 تعطيني 107. دابا غنمشيو نحسبو لو كود دو روفيان. الوغ لو كود دو روفيان فيه لو كود برودكسيون زائد الفري ديال ديستريبيسيون. الوغ بالنسبة للبي 1 ولو كود روفيان دائما كنطلقو من لي فونت. ديجا في لي فونت درنا 150 لان لي فري ديال ديستريبيسيون ما تيكون تكون عندنا واحد لا فونت يعني واحد لا كوموند، عاد غنمشي نفرق السلعة. الوغ حنا ديجا بعنا 150 ب 123 درهم اللي جبناه في الكميب. لي فري ديال ديستريبيسيون سيكسيون فونت كيما عندنا هنايا كيما تتشوفو 30.40، 150 مضربة في 30.40 تعطيني 4560 كومي شارج انديريكت. الو غنجمعو المونطون غتعطيني 153.40 باش كيتقام عليا سميتو لو برودوي ديال بي 1 فاش كي يعني في الكود روفيان. يعني هذا هو داك لو سيول ديك العتبة، الا بعت بهذا الرقم رابح ما خسر، دونك خصني نبيع فوق هاد الثمن. بالنسبة لبي 2 بعنا 100، 107 درهم اللي حسبنا في الكميب. الوغ نفس الشيء غنطبقو لي شارج انديريكت اللي هو 30.40 تعطيني 3040، 100 13740 مقسومة على 100 تعطيني 137.40. دابا غادي نحسبو، نمشيو ديريكتومون نحسبو دونك الان غنمشيو نحسبو الريزولتا اناليتيك. دونك هاد الكود دو روفيان هو واحد لو سويل فاش ما كنربح ما تنخسر، دونك انا خصني فاش كنكون في سيكسيون كوميرسيال خصني نبيع بواحد باردون في سيرفيس كوميرسيال خصني نبيع بكثر من هاد لي بخي هاد لي مونطون هادو. شوفو معاكم نحسبو الريزولتا اناليتيك. عندنا في الفونت درنا 150 برودوي بعنا ب 200 درهم هي 30000 درهم. الوغ الكود روفيان ديال 150 نقسم له 23010 غيعطيني واحد الربح ديال 6990. بالنسبة لبي دو نفس الشيء بعنا 195 درهم اللي هو فايت الكود روفيان، وبالتالي حنا غادي نربحو 5760 درهم. دونك في دي زيكزامان راه ممكن يتعطاك البخي دو فونت يكون قل من الكود روفيان، دونك غيكون عندك هنايا واحد المونطون اللي هو نيجاتيف، يعني خسر بمعنى اخر خسرتي.
دونك ليكزامان هذا هو لا كوريكسيون ديالو. الحصه الماجيه ان شاء الله غادي نوضع واحد الكونترول اخر غادي يكون بلي كومبليكي شويه على هذا. دونك غنخدم فقط على اربعه ديال لي كونترول، غنحاول يكونوا جامع فيهم كامل هادشي اللي ممكن تحط في ليكزامان، لان ما يمكنش ندرس كلشي لي سيتياسيون، بنحاول الماكسيموم بوسيبل غادي يكون في دوك لي كونترول. دونك كنتمنى اني كنت وفقت في الشرح ديال هاد الحصه هادي. موعدنا ان شاء الله الحصه المقبله في نوتخ اكزامان غنحاولوا نخدموا اونسومبل. لا شين دوفينير بروفيسيونيل، كنتمنى لكم مسيره موفقه في الباركور بروفيسيونيل ديالكم. ما تنساوش اللي عجبكم هذا الفيديو هذا كليكي على بارتاجي وبارتاجي مع لي زوتر، والسلام عليكم.